طيب نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البير تو بير ابلكيشنز، احنا حكينا عن البير تو بير ابلكيشنز قبل هالمرة، وقلنا انه بالبير تو بير ابلكيشنز نو اولويز اون سيرفر، يعني السيرفرات اللي تشتغل بالبير تو بير ممكن تكون مطفية، يعني مش زي الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر لازم السيرفر يضل اون، يعني لما اقول له انا بدي cnn.com، cnn.com هو بسيرفر لازم يضل شغال، والا بيفقد البزنس تاعه، لازم يضل شغال. فلكن في البير تو بير اركيتكتشر السيرفرات اللي بتساهم في البير تو بير مش بالضروره انها تكون اون، تفتح دقيقتين ثلاثه بتسكر. الكوميونيكيشنز اربيتراري اند سيستمز دايركتلي كوميونيكيشنز، التواصل بين السيستمز هذا arbitrary، عشوائي ومتقطع، عشوائي ومتقطع. The peers are intermittently connected and change IP addresses. بصير connections بين the peers لفترات متقطعة وال IP addresses تتغير. ما في IP addresses ثابتة. ما في IP addresses ثابتة. أنا أصلاً جهازي كل يوم بياخذ IP address مختلف. الشركة ال ISP بتصرف له يعني من ال DHCP server. فما في اي بي ادريسز ثابته عندهم، مش زي الكلاينت سيرفر كنا نحط مثلا cnn.com الاي بي ادريس تاعه ثابت. طيب الاكزامبلز على البير تو بير، عندك البيت تورنت، البيت تورنت للفايل شيرنج، الستريمينج مشان تحميل الفيديوهات، والفويس اوفر اي بي اللي موجود بالسكايب. طيب هلا نشوف مشان نقدر نفهم البير تو بير ونفهم كيف البير تو بير مور افكتيف في نقل المعلومات، وليش البير تو بير اسرع من الكلاينت سيرفر موديل، لازم نعرف ندرس انه في حاله الكلاينت سيرفر بالاول قديش بياخذ وقت مشان نحمل ملف، مشان ناخذ نحمل ملف في حاله الكلاينت سيرفر، بعدين بنشوف قديش بده وقت مشان نقدر نحمل ملف في حاله البير تو بير، ونقارن الثنتين مع بعض انه نشوف انه مين افضل بالنسبه للانترنت، هل الكلاينت سيرفر ولا البير تو بير في حاله تشاركيه الملفات. فبيطرح سؤال هون، how much time to distribute file of size f from one server to n peers. هل هذا الفايل سايز تاعه f، يعني 10 ميجا بايت 100 ميجا بايت بغض النظر، f سايز تاعه f، هلا هذا السايز الفايل موجود وين؟ على السيرفر، موجود على السيرفر، بدنا الاف تنزل هون، وبدنا الاف تنزل هون، وبدنا الاف تنزل هون، هذا يحملها وهذا يحملها. السؤال اللي بدنا نحسبه انه الاف هاي مشان تنزل وتتحمل عند كل كلاينتس قديش بدها وقت. الاف هاي إذا كان عندي N client بدي من كل ملف نسخة، بدي NF نسخة، يعني الF هذا إذا حجمه 1 ميجا بايت بدي أحمل هون 1 ميجا بايت 1 ميجا بايت 1 ميجا بايت 1 ميجا بايت. لو كانوا عندي 10 clients لازم كل واحد يصلوا 1 ميجا بايت، بتوتال 10 ميجا بايت. طيب نشوف الرموز نفهم هون، هذا الأبلود capacity. احنا مش قلنا انه انا اذا بشبك مع الانترنت، يعني مثلا انا جهازي شابك بسرعه 5 ميجا بت بير سكند، مثلا السيرفر هذا شابك بسرعه قديش مع الانترنت، قديش بيقدر سرعه الابلود، السرعه اللي بيقدر يرفع فيها الملف. افترض انها يو اس، ابلود سبيد يو اس رمز اعطاه. هلا كل كلاينت من هذول، شوف هذا بيقدر يرفع بسرعه يو 1 ويعمل داونلود بسرعه دي 1، هذا نفس الشيء بيقدر يرفع بيو 2 ويعمل داونلود بدي 2، هذا بيقدر يرفع في دي اي ويعمل داونلود بكاباسيتي او بسرعه، بيعمل داونلود بدي اي ويرفع يعمل ابلود بكاباسيتي يو اي، وهذا يعمل ابلود بابلود ان، سرعه رمز لها بالابلود ان، ويعمل داونلود، انا اسف، ويعمل داونلود هذا بايش؟ داونلود ان. هلا مشان انقل ان كوبي
مشان انقل انكوبي من هون لكل الملفات قديش بدي وقت. هلا افترض طبعا النتورك with abundant bandwidth، النتورك فيها باندويث عالي، يعني المشكله ما راح تكون من البتلنك، يعني البتلنك ما راح تكون من النتورك، المشكله راح تكون من هون من هون من هون من هون، المشكله من هون يعني من عند الفايل سيرفر او الكلاينتس، المشكله مش من الانترنت. يعني ما معناه ريح بالك لا تعتبر انه في مشكله بالباندويث بالانترنت، الانترنت فيهاش مشكله، فيها abundant باندويث، فيها باندويث الدنيا، فيها وسع الدنيا. طيب خلينا نشوف مثلا السلايد اللي بعده، شوف السلايد اللي بعده. طيب السيرفر ترانسميشن، السيرفر must sequentially send الام فايل كوبيز لكل واحد فيهم. هلا هاي الاف بده وديها من هون لها، صح؟ مشان يوديها من عند الاولاني هذا قديش بدها وقت؟ بدها اف على يو اس، صح؟ الديلي، عفوا الديلي تايم تاع الترانسميشن قلنا انه يساوي طول الباكت ال، طول الباكت ال على ار، هاي معادله الترانسميشن ديلي. طيب طول الباكت تاعي، طول الباكت اللي هو اف، طول الباكت اللي هو اف اللي هو السايز، سايز للملف. اذا ال هي عباره عن اف على R للترانسميشن ريت اللي هي يو اس. هون هاي هي عباره عن ال على R، ال على R، ال اللي هي السايز تاع الملف اللي كنا نعتبرها طول الباكت، والار اللي هي الترانسميشن كاباسيتي، كنا نستخدمها R ترانسميشن كاباسيتي، هون اعطانا اياها اسمها يو اس. فصار عندنا مشان ارفع الملف اف لاول كلاينت بدي اف على يو اس، بدي زمن هو عباره عن اف على يو اس اللي هي ال على ار. طيب الزمن الاولاني مشان ارفع لاول كلاينت بدي اف على يو اس، طيب ما هو كمان بدي اودي نسخه للثاني، بدي كمان اف على يو اس، صح؟ طيب بدي كمان نسخه للي بعده، بلا 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 نقطتين زائد، وبدي كمان نسخه للاخير، النسخه للاخير بدها كمان اف على يو اس، اف على يو اس، اف على يو اس، اف على يو اس، مجموعهم عباره عن ان اف يو على اس بعددهم، بعددهم عددهم هذول ان ضرب اف على يو اس. هذا الوقت اللي هو اللي بيلزم السيرفر انه يرسل ان نسخه، يرسل ان نسخه، يعني مثلا عشان يرسل خمس نسخ بده خمسة في اف على يو اس. وهلم جرى. طيب هسا نشوف الكلاينت، هلا مشان السيرفر يرسل هذول بده الوقت هذا اف على يو اس. طيب الكلاينت each client must download a copy، هذا ما هو في عنده كمان لينك. هسا احنا الباتل نيك بدنا نعرف انه الباتل نيك من هون ولا الباتل نيك من هون. افترض انه دي مينيمم هي المينيمم كلاينت داونلود ريت، دي مينيمم يعني واحد منهم هذول في عنده سرعه متدنيه، هو اقل داونلود ريت، هو اقل داونلود ريت. طيب الكلاينت هذا اللي سرعته دي مينيمم قديش بده وقت مشان يعمل داونلود للدوكيومنت؟ حجم الدوكيومنت ال على ار، نفس الشيء ال على ار، حجم الدوكيومنت اف، ار اللي هي سرعه الداونلود عند الكلاينت، هاي سرعه الكلاينت للداونلود اللي هي دي مينيمم. فهذا الكلاينت اللي سرعته متدنيه بده اف على دي مينيمم، بده اف على دي مينيمم. طيب هسه الوقت الكلي مشان ننقل الملف هذا، ننقل ان كوبي منه، مشان ننقل ان كوبي منه تايم تو ديستريبيوت اف اوف ان كلاينتس يوزنج كلاينت سيرفر ابروتش، مشان الان كوبيز من اف عدد يعني خمس نسخ منه او ست نسخ او عشر نسخ حسب الكلاينتس، قديش بدنا وقت؟ بدي الوقت الأسوأ. وين الوقت الأسوأ؟ هل هو الوقت الأسوأ اللي هو الوقت اللي ان اف على يو اس اللي هو هذا اللي هو وقت انه مشان نرفع الملف مشان السيرفر يرفع الملف، ولا الوقت الأسوأ هو اف على دي مينيمم مشان ابطأ جهاز يقدر يحمل الملف؟ يعني مثلا
إذا السيرفر بيقدر، سيرفر بيقدر يرفع النسخ في 10 دقائق، 10 منت من التاي مش ميجا بايت، والكلاينت بيقدر ينزل الملف تاعه ب 15 منت. الكلاينت هذا الداونلود لينك عنده هذا الدي مينيمم، عنده سرعة سيئة جدا، فبالتالي بده 15 منت مشان ينزل النسخة تاعته. طيب الوقت الكلي مشان أقدر أوزع الأنف، الوقت الكلي شو الوقت الكلي؟ اللي هو أسوأ وقت من اثنين، أسوأ وقت من اثنين اللي هو الماكسيمم من اثنين. الماكسيمم بين 10 وال 15 قديش؟ بيطلع الماكسيمم 15، اللي هو أسوأ وقت باثنين. طيب خلينا نحسن على الموضوع، خلينا ننتقل للبير تو بير. طيب شو اختلف بالبير تو بير؟ شو اختلف بالبير تو بير اصلا عن الكلاينت سيرفر؟ بالبير تو بير هل انا هون مطلوب مني ارفع النسخه؟ هل انا كسيرفر مطلوب ارفع النسخه؟ انا هذا الملف باخذ اول جزء منه، شنك منه، برفعها، بتنحط التشنك هون. هلا هذا صديقنا اللي عنده تشنك، التشنك هاي بيقدر يرفعها هو نفسه كمان، بيقدر يرفعها وينقلها لواحد ثاني. الوقت اللي بيكون هذا مشغول انه يرفع تشنك ثانية يرفعها هون، نفس الوقت هذا اللي بيكون مشغول انه يرفع تشنك ثانية، هذا بيكون يرفع بالتشنك تاعته هون، فكلها قاعدة بترفع أبلود وكلها قاعدة بتعمل داونلود. يعني هون السيرفر ما عماله هو مسؤول يوزع عليهم كلهم، هذول نايمين جايبين عيونهم هيك طافية نايمة فيش نوم، كل واحد منهم عنده تشنك بتصله بده يساهم بالشبكة، بده يساهم بالبير تو بير، بده يبلش يرفع ملفات. فبالتالي بالسيرفر ترانسميشن must upload at least one copy. هلا عنده هذا هو النسخة الأصلية، هلا مطلوب منه يرفع نسخة واحدة على الأقل، كل العملية تاعته ما هي نسخة مش موجودة إلا عنده، فعلى الأقل النسخة هاي لازم تطلع على الشبكة somewhere وتتوزع على الأجهزة. فمطلوب منه السيرفر يرفع نسخة واحدة، مش يرفع NF على US زي اللي قبليتها. اللي قبليتها كان مطلوب منه يرفع 5 نسخ 6 نسخ، لأنه كل كلينت بصل نسخة لحاله. هون مطلوب منه يرفع على الشبكة نسخة واحدة، النسخة الواحدة هاي قديش بدها وقت يرفعها؟ إل على R، إل على R، إل كام اللي هي F، وR الترانسميشن ريت اللي هو الأبلود سبيد اللي هو US، US اللي هي الR اللي هي الأبلود سبيد. حلو؟ هاي أول نقطة، السيرفر مطلوب منه في حالة البير تو بير، في حالة البير تو بير هذا السيرفر مطلوب منه يرفع نسخة واحدة فقط مش أكثر. هسا الكلاينت، طيب الكلاينت اللي هون، نيجي للكلاينت، each client must download a file copy، هذا بالنتيجة بدها تصله نسخة F، بدها تصله، وهذا F بدها تصله، فكل كلاينت بده أف على الأقل تصل نسخة. مو أصلا لوش بيشارك بالبير تو بير؟ لوش مشارك بالبير تو بير؟ لأنه بده نسخة من الملف، كويس؟ فهاي النسخة مشان يعملها داونلود قديش بدها وقت مشان يعملها داونلود للكلاينت؟ بدها أف إلا على R، أف اللي هي حجم الملف أف، والدي مينيمم اللي هو أسوأ وقت ممكن، لأسوأ يعني الدي مينيمم اللي هي أبطأ لينك، اللي هي أبطأ لينك، فهذا الوقت اللي بيتطلبه الكلاينت. فصرنا عارفين وقتين، الوقت هذا مشان السيرفر يرفع نسخة، والوقت الثاني الكلاينت مشان ينزل نسخة. هلا ظل عندنا شغلات ثانية، انه هذول كلهم بدهم يساهموا بالابلود، هذا بده يساهم بالابلود، هذا بده يساهم بالابلود. فعندنا على الشبكة بشكل عام قديش في ابلود كاباسيتي على الشبكة، قديش في ابلود capacity على الشبكة، maximum upload rate قديش في upload capacity على الشبكة. هاي الـ US نستخدمها بالـ upload capacity، هاي الـ US. طيب الـ U1 نستخدمها بالـ upload capacity،
اليوتو نستخدمها بالابلود كاباسيتي، هاي ابلود كاباسيتي، هاي يو 2 يو 3 يو 4 كل هذول ابلود كاباسيتي، فهذول مجموع يو اي اللي هي مجموع يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 لغايه يو ان، زائد يو اس اللي هي هاي تاعت السيرفر يو اس اي، هاي الابلود كاباسيتي، هاي الابلود كاباسيتي الاجماليه، الابلود كاباسيتي الاجماليه. هلا عندنا بشكل عام على الشبكة، هون على الشبكة بده يكون بشكل عام في عندنا حجم الملف اللي بده ينعمل له داونلود، حجم الملف اللي بده ينعمل له داونلود اللي هو NF، صح؟ بالنتيجة قديش في ترافيك راح يصير على الشبكة، هل هو F وحدة؟ لا هو NF. هلا الـ NF هذولا، الـ NF هذولا مشان نعمل لهم داونلود حجمهن L على R، L اللي هو NF والأبلود كاباسيتي اللي هو المجموع هذا اللي وجدناه US زائد مجموع UI. هاي الـ N على F موجودة معادلة، هاي قسمة صح؟ هذا البسط، البسط بالمعادلة هاي، البسط بالمعادلة هاي increase linearly with N، يعني كل ما زاد عدد النودز بزيد صح؟ كل ما زاد عدد النودز مفروض البسط يزيد، واحنا عارف عادة نعرف انه بالرياضيات اذا البسط زاد شو معناته؟ اذا البسط زاد معناته ايش؟ معناته الرقم بيكبر. لكن نفس الوقت قال لك اوكي البسط بيزيد، لكن دير بالك انه but so does this at each beer brings service capacity. هون هاي صحيح، كل ما ان كل ما زادت عدد النودز كل ما زادت ان بزيد البسط، لكن هون الابلود كاباسيتي عماله بزيد، هون عماله بزيد لأنه في مجموع يو اي. بالأول كان في عندي يو واحد ويو اثنين زائد يو اثنين بس تو كلاينتس اللي بيشتركوا عندي في رفع الملفات. طيب بعد شوي أجاني واحد جديد، صار في عندي يو واحد زائد يو اثنين زائد يو ثلاث، كمان يو ثلاث بده ساهم. إذا أجاني لاعب جديد بالبير تو بير يو أربعة برضو بده ساهم، أوكي؟ هذول كلهم بدهم يساهموا بالإضافة لمين؟ لليو اس، بالابلود كاباسيتي تاعت اليو اس. اجاني يو 5 برضو بده ساهم، فعماله اي واحد بيدخل من البيرس، اي واحد بيدخل من البيرس على الشبكه زي ما بيعمل ديماند بده سيرفيس، زي ما بده سيرفيس وبشكل عبء على الشبكه، هو كمان بيقدم سيرفيس، بيساهم بالابلود للملفات، بتوزيع الملفات على غيره. زي ما انا بحصل على تشنك هون، أنا بدي ساهم في رفع تشنك، فبالتالي العبء هذا حصل على تشنك إن شاء الله من هون ومن أي محل، هذا حصل على تشنك من الملف برضو بدي ساهم إنه يرفعها على الشبكة. ففي حالة البير تو بير العبء مش فقط على السيرفر، العبء مش فقط على السيرفر، كلهم بيتشاركوا مع بعض تيت فور تات زي ما بقولوها، واحدة بواحدة كلهم بيشاركوا مع بعض في رفع الملفات. فبالتالي الزمن الإجمالي اللي بيتطلب نقل NF هو الماكسيمم، هو أسوأ زمن من F على US. F على US اللي هو الزمن اللي بيتطلب السيرفر هذا في رفع نسخة واحدة من الملف، هذا الزمن، هذا واحد نأخذ الماكسيمم بينه وبين هذا الثاني اللي هو زمن تحميل نسخة من الملف على أبطأ لينك، لنفرض هذا هو أبطأ لينك، هذا بطيء كويس، والبطيء هذا قديش بده وقت مشان يعمل داونلود لنسخته، مشان يعمل داونلود لنسخته من الملف بده أف على ديمن، هذا الزمن الثاني. هذول الاثنين احنا أخذناهم قبل شوية في حالة الكلاينت سيرفر، بس بحالة الكلاينت سيرفر كان في ان اف على يو، هاي كان في كان له علاقة بعدد النودز. طيب الزمن الأخير اللي هو هذا ان على اف على يو اس زائد مجموع سيجما اللي هي مجموع يو اي، اللي هو الجهد المشترك للبير نتورك، الجهد المشترك للبير نتورك انه بكون على الشبكة عندنا network capacity فيها N على F، واللي بيساهم بالإفورت هذا إفورت تاع البير المجموع الكولكتيف
كل الابلود كاباسيتيز الموجوده، كل البيرز اللي موجودين على الشبكه بيساهموا بالابلودز للتشنكس اللي عندهم. طبعا هذول بيساهموا بالابلود بالتشنكس اللي عندهم ليش؟ مشان تصير افيلبل هون، مشان تو بي داونلودد، ايش داونلودد لغيرهم، مشان ينقلوها لغيرهم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.